قال وزير الدفاع الفرنسي سباستيان ليكورنو إن فرنسا تهدف إلى تشجيع بعض شركات الدفاع المحلية على إنتاج معدات عسكرية تحتاجها أوكرانيا بشدة على الأراضي الأوكرانية لمساعدة البلاد في حربها ضد روسيا. وأضاف ليكورنو أن 3 شركات فرنسية ستعقد اتفاقات مع شركات أوكرانية تحديدا في قطاعي الطائرات المسيرة والمعدات الأرضية لإنتاج قطع الغيار على الأراضي الأوكرانية، وربما لإنتاج الذخيرة في المستقبل.